كيف شريف مين؟ كابتن شريف، بداية يعني نقدر نقول إنها ترجعت أهو؟ اتفضل بعد إذنك. بداية يعني نقدر نقول متوسطة للاعيب النادي الأهلي. لا مش مسألة تقييم النهاردة، أو إحنا قلنا الحكاية النهاردة تنشيطية بالنسبة للاعيبة اللي هي قاعدة بقى لها فترة بتتفرج على اشتراكات بتاعة منتخبات. انت داخل على بطولة كاس عالم الاندية، من حق الجهاز الفني ان هو يبقى عنده رؤى كبيرة جدا لبعض اللاعبين، خاصة ان انت بتمر بظروف لعيبة اصلا عندك اللي عنده كورونا والمصاب واللي مش مستعد ان هو يخش ويتعرض، زي الاصابات اللي حصلت لك النهاردة بالنسبة لصلاح محسن. انما انك تكتسب ثقة انك انت تلعب قدام فرقة زي الجونة النهاردة، فرقة درجة اولى مصنفة، وتأدي بهذا الشكل، وتأدي زي ما انا وعلاء اتفقنا في اول شوط ان عندهم ثقه، عندهم بتبقى في ثقه زايده، بتكلفنا هجمات مرتده وكل حاجه، انما ده برده لازم هتتعلم، لازم هتشوف، لازم تبقى مريت بالتجارب دي. ملعب بيتلعب في ملعب استاد السلام، يعني الملعب اللي بيتلعب عليه الماتشات العاديه، انت بتلعب ماتش مباراه عاديه جدا في بطوله بتعتبر انها بطوله عاديه جدا، اتصنفت خلاص مضطرين ان احنا نلعب شكل المجموعات ده. انا عن نفسي اتمنى انها تبقى تجربه واثنين وثلاثه بالنسبه للاولاد دول، واعتقد ان هيطلع منهم على الاقل ثلاث لعيبه كويسين جدا. مستوى المباراه بقى يؤخذ على فرقه الجونه، ما يتاخذش على فرقه النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي بالعكس كانت هي تقدر في اي كونتر اتاك تبقى الاخطر، هي تقدر كانت تحرز اهداف، انما الجونه بالنسبه لي طبعا مصطفى شوبير مكسب من مكاسب النهارده، انه انقذ كورتين ثلاثه، بيطلع ياخد، بشوفه النهارده تحت ضغط بيطلع ياخد كورتين ثلاثه بالبوكس، يعني خدت بالك بيبعدها، فدي حاجات النهارده ايجابيه موجوده في الفرقه.